ومثل العلم لن تلقى خليلا، وأهل العلم نعم الأصفياء. هنا في 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 قولي أنا فرطكم على الحوض، وفيها إثبات الحوض كما بينا أمس في الشرح، وقوله أنا فرطكم وهو لا أزودن عن حوضي، والنبي صلى الله عليه وسلم يعرف أصحابه بالغر الميامين الذين يأتون غرا محجلين، فيزود عن حوضهم، وعندما يأتي ليشرب بعضهم فيأتي النبي صلى الله عليه وسلم يقول وإني أهويت لأناولهم. وهذا ممكن يستدل به على أنه يشرب من يده الشريف، لأن في كثير من الناس يقولون أنتم تدعون وتقولون نشرب من يده الشريفة شربة ماء، وين الدليل عندكم أنه هتشرب من يده؟ فين الدليل؟ الدليل هو الآن، قال النبي صلى الله عليه وسلم وقال لا يرفعن إلي رجال منهم حتى إذا أهويت لأناولهم اختلجوني دونهم فأقول أي رب، قال لأناولهم، وقد فيها دلالة واضحة جدا أنه يناول بيدي بأبي هو أمي عليكم السلام. وركت تتغيب كثيرا سن دكان، وقلت لمثلك لا يتغيب، غفر الله لك والله ما تسمع الكلام في باب أحسن أرجع وراهم وجلهم. أي نعم ها والله يظهر لنا أنت نقطة في ساعة واحدة يا معاذ، المسألة لن تمر منها كذا، سنقتل أو يعني أنا سأقتل وأنت بعدي سريعا. نسأل الله أن يجعلنا ناصرين السنة، نقتل ناصرين السنة قامعين للبدعة، اللهم أمين يا رب العالمين. ضياء كيف أنت وكيف إيطاليا؟ رضي الله عنك. أبو الفدا أنا أمس كنت سأكلمه وهو كلمني لكن ما ردت عليه، كنت في الدرس، أخلص إن شاء الله وأكلمه بإذن الله. فأقول إخوتي الكرام الذي هم في هذا الباب وأن النبي صلى الله عليه وسلم فرطهم على الحوض وهم يشربون من يده الشريفة، لأنه قال أناولهم، فقال إذا أهويت لأناولهم اختلجوني اختلجوا من دوني فأقول أي رب أصحابي، يقول لا تدري ما أحد سواه. تمسك بذلك الرافضة الخبثاء وقالوا أهو الآن قال في هذا الباب، لما نحن نحتاج إلى تعليقك ونحتاج أيضا لإرشادك، أنت نعم المرشد والمعلق، حفظك ربي وحفظ عليك إيمانك وقلبك وجنانك، اللهم أمين أمان. فأقول إخوتي الكرام، فهنا قال النبي صلى الله عليه وسلم أهويت لأناولهم اختلجوا من دوني فأقول يا رب أصحابي، تمسك بها الرافضة وقالوا هذه دلالة على أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم تنكبوا الصراط وأنهم تراجعوا القهقري، أعوذ بالله من غضب الله. شوف 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 المغردون ماذا يقولون، شوف إلى المغردين كيف يقولون ويعمون على الناس. الصحابة جاءتنا، اللهم أمين اللهم أدناك آية النبي المغربية، الله يعني الله جل في علاه قد أتى في كتابه بين لنا في كتابه بالمحكمات أن الصحابة رضوان الله عليهم في الجنة. قال الله تعالى رضي الله عنهم ورضوا عنه، لا يمكن أن يكون الرضا هنا أن يترجع عنه، أن هذا خبر والأخبار لا تنسخ والأخبار لا تنسخ، وقال رضي الله عنهم ورضوا عنه. نعم رضي الله عنك معاذ، نعم كم أحبك في الله حفظك ربي. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم أصحابي أصحابي لا تسبوا أصحابي، وقال شوف الخبر، أبو بكر في الجنة، عمر في الجنة، عثمان في الجنة، علي في الجنة، الزبير في الجنة، وذكر عن بلال قال إني لا أسمع دفع عن عليك في الجنة، عكاش بن محصن قال أود الله أن أكون منهم، قال أنت منهم. فهذا فيه الرد القامع على هؤلاء الخبثاء، فيكون توجيه قوله صلى الله عليه وسلم أصحابي أصحابي في رواية أصيحابي أصيحابي، وهذا التقليل أيضا للتقليل، وهنا يعني الذين ادعوا الصحبة وأنت تعلمه، الذين ادعوا الصحبة وهم من المنافقين وأنت تعلمه، وهذا دليل في كتاب الله جل وعلا واضح جلي، قالوا إنهم من الذين مرضوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم، لا تعلمهم نحن نعلمهم. فنعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. وكما قلت دائما الشيطان يلعب برؤوس أهل البدعة، فيأخذون الأدلة الحمالة، يأخذون الأدلة الحمالة في هذا الباب. والشيخ الماضي أيضا هذا المغربي الطيب هذا الأصيل أعتقد إن شاء الله معنا ودماؤنا تكون واحدة، اللهم اجعلنا يا رب العالمين فدا لراية السنة وقمعا للبدعة. فهنا الرواية الأخرى أصيحابي في هذه الرواية تبين لك تقليل الطائفة، وهذه الطائفة الطائفة المنافقة التي لم يعلمها النبي، النبي يعني أعلم حذيفة بعض أسماء المنافقين، والنبي نفسه لم يعلم كل المنافقين، قالوا إن أهل المدينة مرضوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم. أبشر
أبشر أبا الفداء أبشر أبشر أنت فوق رأسي وتاج رأسي. فيكون المقصود هنا الذين يختل جودا من بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، الذين تقهقروا، الذين ارتدوا على أعقابهم. وإلا قد قال أبو هريرة: مات رسول الله يوم أن مات واستخلف أبو بكر وكفر من كفر من العرب، وكفر من كفر من العرب. نعم، فهناك من ارتد على عقبه لذلك يختلج، والنبي لم يعلم ذلك. مات النبي صلى الله عليه وسلم ولم يعلم شيئا عن ذلك، بل في حياته لم يعلم كثير من المنافقين، والنبي الأمين ما لا يعلم الغيب. قال الله تعالى: من أهل الذين مرضوا على النفاق لا تعلمهم، أو التصريح بقول الله لا تعلمهم نحن نعلمهم، لا تعلمهم نحن نعلمهم. في هذا الباب الإرجاء منتشر في تونس: مثلك ومثل لميا ومثل آمنة، يعني تقفون بالمرصاد لهؤلاء. أنتم أهل سنة والحمد لله جعل الله فيكم علما، فعلى أعتقكم المهمة أعظم مما تكون. نقف عند هذا، والفوائد المستنبطة تكون بعد انتهاء من الباب كلية. نمشي الآن، عندنا بعد نصف ساعة، بعد ربع ساعة وثلث ساعة الوقف، الوقف اللي كان لابد يكون قبل ذلك. الله يتولانا برحمته. يا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان انقضى، يا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان انقضى وانصرم، فكن ما حييت ظنينا به فظنك بالوقت عين الكرم، وكن حلس درسك وافرح به تكن قائدا في غد للأمم، وبادر شبابك من قبل أن يقطع عزمك سيف الهرم، ودع ما استطعت فضول اختلاط وأكل ونوم وقول يذم، وصاحب نبيلا ولا تكثرن فكم مكثر يا أخي حرم، وحقق إذا رمت شيئا ولا تسمن بوهمك ذات الورم، رأيت العلوم وأصحابها لدى كل ذي فطرة تحترم، فإن رمت يا صاحبي رفعة بدنيا وأخرى فلذ بالقلم، وأخلص لربك واعمل بما علمت وإن تلقى فيه الألم، وصابر وثابر ولا تكسلا فإن الهموم بقدر الهمم.